صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم بحلقه جديده من برنامج الحدث لنهار الجمعه 6 كانون 2 يناير 2012. بصادف بهذا اليوم عيد الغطاس وعيد الميلاد عند الطائفه الارمنيه، ينعاد على الجميع ان شاء الله تكون هذه السنه سنه مباركه وتمحي ما خلفته من مآسي سنة 2011 وتكون استمرار للأيام الحلوة وللأمال الجديدة. بيسعدني بهذا النهار أن أستضيف في استوديو الحدث نائب رئيس حزب الكتائب أستاذ سجعان أزي. صباح الخير. صباح الخير، وأنا بشارك كمان تمنيات الأعياد لإخواننا بالطائفة الأرمنية ولكل اللبنانيين بمجموع الأعياد وخاصة بالسنة الجديدة، و يا ريت فيني شاركك كمان تمنياتي انه سنه 2012 بتكون احسن من 2011 على صعيد الاحداث السياسيه والامنيه في المنطقه. ان شاء الله. برحب فيك استاذ سجعان. اكيد اليوم على طاوله البحث القاعده، يقال اليوم بان الكتائب مش هالقد مشككه بوجود القاعده في لبنان، وما عندها مخاوف وتسال كما سال النائب سامي الجميل بندوه بالجامعه الامريكيه حين سال انه شو الفرق بين القاعده او جند الشام او فتح الاسلام، يعني ما في اسماء تعرف عليها اللبنانيين. شو موقف فعلا حزب الكتائب من السجال حول وجود او عدم وجود القاعده؟ هل حزب الكتائب الذي فتح صفحه جديده ومستمره مع رئيس تيار المردى اليوم سيذهب الى مثلا طرح الثقه بوزير المردى وزير الدفاع، ايضا الاوضاع الداخليه القليله بلبنان ولكن الاوضاع الخارجيه الكثيره رح تكون محور البحث. لكن اسمح لي بدايه ان ننتقل الى زميلتي كاترين حنا وموجز لاهم الاخبار. مشاهدينا برحب فيكم مجددا ونبدا حوارنا مع نائب رئيس حزب الكتائب استاذ سجعان أزي. بدايه استاذ سجعان، يعني اليوم في نحن محيط حوالينا كله عم بيرسم استراتيجيات للمرحله المقبله، يعني حتى اسرائيل اليوم البعض يقول بان زاد توجسها من احتمال ان ينتشر الاسلاميون في العالم العربي، وانه ما حدا بيعرف اجنده الاخوان المسلمين اذا حكموا بعدين شو رح تكون وكيفيه مواجهتهم لعدو بالمنطقه هو العدو الاسرائيلي، ما زاد توسعا للجدار العازل. اليوم كيف بتلاقي هذا المشهد، الجدار العازل في اسرائيل، ما يجري في عدد كبير من المناطق العربيه، وحتى الحديث عن غياب بعض المقاومات اللي هي مفروض تكون مقاومات مسلحة وأن تتحرك بمواجهة هذا العدو؟ بداية بالنسبة للجدار الفاصل يلي إسرائيل تنوي بناءه في منطقة قرية كفركلة بين كفركلة والمطلة، هيدا جدار بده يعمل احتباس حراري وبده أثر على البيئة وعلى المزروعات وعلى الأشجار الموجودة في البساتين في الجنوب، وبده يحجب كمان جزء من أشعة الشمس. لهالسبب بعتقد أنه لبنان لازم يستشير مؤتمر كيوتو للمناخ يلي انعقد في مدينة كيوتو باليابان، وأصدر سنة 2005 وثيقة حول موضوع الاحتباس الحراري وشروط بناء جدران بين في مناطق معينة، وهل المعاهدة اللي أصدرها مؤتمر كيوتو صارت جزء لا يتجزأ من مواثيق الأمم المتحدة. إذن عملية احتباس حراري ممكن تكون مسيئة إلى لبنان، وطالما جاي أمين عام الأمم المتحدة أمين عام الأمم المتحدة بون كيمون إلى لبنان في 13 الشهر الجاري، يفترض أن يكون هذا الموضوع موضوع أساسي. هو ولكن أبعد الاحتباس، يعني أكيد مش بس أبعد من مسألة يعني الاحتباس الحراري. يعني اليوم إسرائيل عم بتحول أرضها إلى سجن وشعبها إلى سجين، وهالحالة الانعزالية الموجودة هيدي ملاصقة تاريخيا للشعب اليهودي. يعني اليهود بقدر ما تقدموا كأشخاص
علميا وفكريا وثقافيا وموسيقيا، وطلع منه النوابغ في التكنولوجيا، بعدهم على صعيد العلاقة مع الآخر في حالة الثورات الأولى الإنعزالية. النقطة الأخرى حول هالموضوع أنه من المؤسف أنه إسرائيل اليوم بدل ما تفتش عن طريقة لإكمال الانسحاب من لبنان ولخلق حالة أمنية ثابتة تؤدي إلى السلام الضامن للأمن الحقيقي، عم تتشبث بالبقاء فيما بقي من مناطق صغيرة في لبنان محتلة، وعم بتحاول تحمي حالة بوسائل بديلة عن الوسيلة الأساسية اللي هي السلام والأمن. والملاحظ مدام نانسي أنه قبل ما إسرائيل توقع أي معاهدة سلام مع أي دولة عربية كان الشعب الإسرائيلي يشعر بالأمان أكثر من المرحلة الحالية يلي صار في عند إسرائيل أكثر من اتفاقية سلام مع الدول العربية، بل شيء مع زعماء هذا بدي لك، لأنه ما بين يعني أنه السلام بين الشعوب. مزبوط. يعني اليوم مثلا بمصر يقال أنه إذا ما بيقدر اليوم إسرائيلي أنه يطلع مثلا بباص ويمشي بالقاهرة 100%. يعني هذا اللي رح أصله، يعني أنه اليوم رغم أنه من سنة أول اتفاق سلام انعقد بأيلول 78 مع مصر، معاهدة كامب ديفيد، بعدين صار في اتفاق أصله مع الفلسطينية وخريطة الطريق، بعدين صار في اتفاق وادي عربة مع الأردن، وصار في تطبيع علاقات مع عدد من دول الخليج والمغرب العربي، بالإضافة إلى القرارات الدولية الموجودة بين لبنان وإسرائيل عبر الأمم المتحدة، بالإضافة إلى اتفاق الأمن الموجود بين سوريا وإسرائيل منذ الانسحاب الإسرائيلي بعد حرب 73 وتمركز القوات الدولية. يعني كل ما عملت سلام إضافي أو اتفاق أمني إضافي أو تطبيع إضافي مع نظام عربي، كل ما الأمن الإسرائيلي عم بيزداد خطر. هذا يعني أنه هذه الاتفاقات كانت تعقد بين إسرائيل والأنظمة العربية وليست بين شعب إسرائيل والشعوب العربية. يعني ثانياً هذا بيعني على أنه هالاتفاقات هيدي ما كانت اتفاقات عادلة ومنصفة للشعب الفلسطيني. حضرتك بتقول بهذه النقطة مع يعني مع رفض وربما ضرب كل هذه الاتفاقيات الموقعة على أنه بنيت على أنا مع، بالعكس أنا مع دفع عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، ولكن السلام العادل والكامل. يعني ما فيك تعملي سلام من دون ما يعطى الشعب الفلسطيني الحقوق الذي صار يقتنع بها. ثانيا ما فيك تعملي سلام مع النظام وتخلقي اضطرابات في الدولة اللي عم تعملي فيها سلام. ولكن إذا بتلاحظي عم تقولي لي أنه الاتفاقات صارت بين مثلا بين إسرائيل ونظام مبارك، بين إسرائيل والنظام الأردني، ولكن شوف اليوم يعني أنه الأحزاب الإسلامية وحتى السلفية يلي استلمت الحكم في تونس في مصر في ليبيا وفي غيرها قريبا أو بعيدا، قبل ما تطمن شعبها على مصيره اهتمت أن تطمن إسرائيل على أنه الاتفاقات المعمولة معها مستمرة. إذا اليوم هالاتفاقات اللي نحن عم نقول انعقدت بين نظام ونظام بعدها مستمرة مع الأنظمة الجديدة بعد الثورات، بعد لا أنظمة يعني بعد ما تركبت الثورات. الأنظمة اللي عم تركب ببعض الدول من بعد الثورات لا تلبي طموحات الشعوب العربية لا في العلاقات الخارجية ولا في إرساء اليوم الشعوب العربية ترى بأنها تريد فعلا سلام مع إسرائيل على شكل السلام الموقع بالاتفاقيات؟ ما بعرف شو يعني اليوم عم تزداد النزعة بالعالم العربي، نزعة الاعتقاد بإمكانية إعادة النظر بوجود إسرائيل. وهالنزعة هيدي ما عم بيرفقها
خلق مجتمع حرب في العالم العربي، بالعكس عم بيصير في خلق مجتمعات بعيدة عن الحرب، ومن شأن أن تعزز استمرار الوجود الإسرائيلي في المنطقة، لأنه ما بعتقد أنا حالة الاضطراب والصراع والتفتت والتقسيم اللي عم نشهده بالدول العربية ابتداء من حرب العراق إلى الثورات اللي عم بتصير من شأن أن تضاعف إسرائيل، بالعكس من شأن أن تعزز وجود إسرائيل وتنقل الصراع أجيال وأجيال بين الدول العربية فيما بعضها وبين يعني المذاهب العربية فيما بعضها. مع نظرية اليوم استاذ سجعان بأنه مرتاحة إسرائيل لما يجري بالمحيط العربي، يعني منا خايفة أنه خلص خليهم يلتهوا بحالهم يلتهوا ببعض ويبعدوا عن، لأنه يعني إجماع العالم العربي على العداء لعدو واحد اسمه إسرائيل بغض النظر عن يعني اللي بيعتبرون خصوم إذا بدنا نقول لهم بالساحة العربية والإسلامية، بخوف. كان إسرائيل اليوم بتلاقي البعض بيقول أنه لا مرتاحة وخلي كل بلد عربي ملتهي بثورته وبوضعه. يعني بظن يعني واحد بده يحط حاله محل المسؤولين الإسرائيليين، وبإسرائيل مثل ما بتعرف في عدة مواقع قوى فكرية بتحلل الأوضاع. إسرائيل أكيد كانت مرتاحة للعلاقات مع الأنظمة العربية، ولكن كانت مدركة تماما أن السلام المعقود من السبعينات إلى اليوم كان سلام بارد، سلام ما سمح بخلق علاقة بين الشعب الإسرائيلي والشعوب تبع الدول يلي صار فيها اتفاقات سلام. والدليل أن إسرائيل كانت عم بتراهن على الحالة الإيرانية لخلق مشاكل مذهبية مع العالم العربي اللي بأغلبيته سني، وكانت عم بتراهن على صراع بين الأنظمة والقوى المدنية أو العسكرية أو الدينية في المجتمعات العربية لخلق توترات بتخلي الشعوب العربية تلتهي بصراعاتها وتنسي الصراع المركزي اللي هو الصراع العربي الإسرائيلي ومصير الشعب الفلسطيني. اليوم إسرائيل عندها شعورين، شعور بالارتياح على أنه أخصامها وأعدائها يعني العالم العربي في صراع داخلي، وعندها قلق على نوعية الأنظمة يلي بدها تتركب أو بدها تظهر ما بعد الثورات العربية وتنقل الوضع من وضع الاتفاقات السلام إلى وضع الصراع. لأنه أنا بظن أنه التطمينات يلي عم تعطيها الأنظمة العربية الجديدة الإسلامية الأصولية لإسرائيل أنها ستحترم الاتفاقات هيدي وعود مرحلية لسببين. السبب الأول أنه الفكر الإسلامي الأصولي يتناقض مع مشروع الاعتراف بدولة إسرائيل. ثانياً الأحزاب الإسلامية الحاكمة حالياً هي بمرحلة انتقالية، ففي على يمينها وعلى يسارها، على يسارها في الحركات المجتمع المدني يلي بدها تغير بالشرق الأوسط، وفي عندك على يمين الحركات السلفية الأخرى يلي بدها تزايد عليها، مما بيعطل على الحكومات المرحلية الاستمرار في احترام الاتفاقات المعقودة مع إسرائيل. من هون نحن داخلين بمرحلة معقدة جدا، وإذا كانت سنة 2011 كانت سنة الثورات، سنة 2012 راح تكون سنة ثورات أخرى في بلدان أخرى، وسنة مصير الأنظمة البديلة. يعني يلي ممكن تكون سنة ثورة على الثورة، يعني مثل ما بنقال، يعني ما بعرف إذا سنة ثورة على الثورة، أنا خايف ما تكون سنة اضطرابات وحروب أهلية تاخذ طابع مذهبي خطير وطائفي في بعض البلدان، وهيدا أمر بده يقضي على هالحلم العربي الكبير، حلم الشعوب العربية الكبيرة
بالانتقال إلى الحرية والديمقراطية والاستقرار. رح نحكي أكثر بس بالعودة إذا بتسمحي لي إلى موضوع الجدار، لأنه لاحظت أنه موضوع بناء الجدار من قبل إسرائيل على الحدود الجنوبية للبنان، يعني ما حدا عم بيثيره بشكل حقيقي، حتى حزب الله يلي بيعتبر حاله حامي الحمى في الجنوب وحزب المقاومة وإلى آخره، ما أعطاه أهمية، ما حدا سأل هل هذا الحائط يلي عم يقال أنه سيبنى داخل الأراضي الإسرائيلية، ولكن أي أراضي إسرائيلية؟ أساساً الأراضي الإسرائيلية أراضي مغتصبة. ثانياً هل سيبنى داخل حدود الهدنة اللبنانية الإسرائيلية تبع سنة 1949 أو داخل خط الأزرق بعد سنة 2000 اللي هو حدود اصطناعية ونحن بلنا فيها مرحلياً ولا يجوز أن نقبل فيها إلى الأبد؟ هيدا سؤال مهم جدا ان نطرحه في اي معيار بده يعتمد لتحديد الحدود اللبنانيه الاسرائيليه، حدود الهدنه ام حدود الخط الازرق. حزب الله شو المفروض يعمل؟ يعني حضرتك عم توجه لحزب الله، حزب الله اذا بده يعمل شيء ممكن بكره اذا اعتدت اسرائيل وتخطت يعني حدود معينه او يكون في رد فعل. انا ما بطلب من حزب الله يعمل اي شيء، لكن الدولة اللبنانية شو عملت؟ مش مسؤولية حزب الله، ما هي وهي مسؤولية الدولة أو مسؤولية أي طرف لبناني إنه يتحرك، ولكن مسؤولية أي طرف لبناني إن كان بـ8 أو بـ14 أذار إنه يرفع الصوت أو تأييدا أو رفضا، بس يعطي رأيه بهالموضوع المهم. أما مسألة التحرك ومعالجة الوضع واتخاذ القرارات، هيدي مسؤولية حصرية بالدولة. مشان هيك يعني هو الدولة مفروض تكون عندها تحرك، خصوصا انه اليوم إيه يعني قريبا سيأتي بان كي مون الى لبنان. انا مني هون حتى لسجل نقاط على حزب الله يعني، ولكن شفنا انه بمناسبات سابقة اقل اهمية مثل شجرة العديسي يعني كان حزب الله يتحرك، كان لما يصير اي شيء يتحرك. هون في مسألة خطيرة، بناء حائط على طول كيلومتر ونص تقريبا، هي مرحلة أولى بعلو 5 أمتار، ما عمل حملة إعلامية على الأقل حيال هذا الموضوع. وأنا هون ماني عم سجل موقف على حزب الله، ولكن عم بوصف واقع لاحظته منذ أن أعلنت إسرائيل قرارها ببناء هذا الحائط. ما سمعت، علما أنه أحد أسباب بناء الحائط، ما ننسى شغلتين أساسيتين. الأول أنه يمكن يكون عنده أسباب داخلية انتخابية، لأنه بكرة بآخر هالشهر في انتخابات تمهيدية بحزب الليكود، وبعدها في انتخابات جديدة عامة. إذن كمان في اللعب، كمان بإسرائيل في عندهم انتخابات مش بس بلبنان يعني، فيمكن عندهم مصالح انتخابية لكسب أصوات الناخبين. بدل الزفت هن بيبنوا جدار، بيبنوا جدار بدل الزفت وبدل المال السياسي. تاني أمر واللي هو أهم شيء لازم نحكي عنه بمسألة بناء الجدار، هو أنه وكأنه إسرائيل بدها تسكر شباك يلي بيجي منه هوا. هيدا يعني، وأنا هون ما عم برر إسرائيل ولكن عم بحاول أفهم واقع، وكأنه إسرائيل أخذ قرار بعدم التورط بحرب جديدة في لبنان، وعم تأخذ الاحتياطات الأمنية بما فيها الحائط لمنع تتحول هالمنطقة يلي ممكن يصير فيها احتكاك أو اشتباك، لأن أرض مفتوحة، عم بتحولها إلى منطقة آمنة تنتزع زريعة حصول حرب. هيدا بتستحق هالنقطة هيدي نفكر فيها، انه بناء الجدار قد يكون بيكشف عن نية اسرائيل بعدم الرغبة بالتورط بحرب جديدة في لبنان. هلا بدنا نشوف النية بلبنان قديش ايضا بعدم الرغبة بالرد على اي توسع اسرائيلي ممكن، والتوسع يعني عدوان. لكن ايضا يعني اذا بدي ادخل على الشأن الداخلي، بالشأن الداخلي يعني اليوم لبنان، حضرتك عم تحكي عن مشاريع الصور التي ترتسم في العالم، اليوم بلبنان في صورة بعد ضبابية اللي هو القاعدة هناك او
ليس هناك قاعدة في لبنان، ماذا تقول؟ يعني هل تعتبر اليوم أنه في إمكانية وجود قاعدة؟ هل تصدق نظرية المقر أو الممر، أو أنه ما بدها الآن في قاعدة بلبنان، مش ضروري يكون في تنظيم معلن لكن في قاعديين في لبنان؟ القاعدة ما عادت تنظيم، القاعدة صارت تيار ديني وحالة جهادية إرهابية في العالم. إذن ممكن يكون في بأي دولة عناصر قاعدي تحت اسم آخر، مثل أنا بقولك عندي سيارة، بتقولي لي وأنا عندي سيارة، كل واحد بس معك. الماركة تبع سيارتي مختلفة عن الماركة تبع سيارتي، ولكن تنتنا عنا سيارة. القاعدة إذا صارت اسم بيتغطى فيه تنظيمات عديدة بأسماء مختلفة، وأنا أعتقد أنه يوجد في لبنان عناصر تؤمن بفكر القاعدة، وهذه العناصر منها من هو لبناني ومنها من هو فلسطيني، والقول أو غير لبناني، ممكن يكون غير جنسيات يعني. طبعا ولكن القول بأنه ما في تيار القاعدة في لبنان أعتقد أنه لا ينسجم كثيرا مع الواقع. القول بس هذا تصريح مميز جدا الاعتراف عن... لا بس هون هذا تصريح مميز عن 14 أدار يعني. حضرتك عم بتقول اليوم، حضرتك عم بتقول انه لا، انه في يعني اليوم ما طلع اعلن وزير الدفاع بانه في تنظيم القاعده في لبنان. شو قال؟ في عناصر من القاعده تسللت عبر لبنان. هيدا التصريح حضرتك بتقول ايه، ممكن يكون في عناصر من فيك تعيد النظر وفيك تشككي بتصريح وزير الدفاع، وقد يكون لتصريح وزير الدفاع الاستاذ فايز غصن ملابساته وبيئته المعينة. أنا بفصل التصريح تبع الوزير غصن عن موضوع وجود القاعدة. في وجود لعناصر مؤمنين بفكر القاعدة وبنوعية الجهاد على طريقة القاعدة، يعني العمل الإرهابي، ولكن لا أعتقد إنه هذه العناصر تشكل في لبنان تنظيما هرميا عنده رئيس وعنده مكتب نضال، ولكن طبعا في عناصر تابعة لفكر القاعدة موجودة في لبنان، كما هي موجودة حتى في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وفرنسا وكل يعني العالم. حضرتك اليوم بتشاطر مثلا تساؤلات النائب سامي الجميل لما بيسأل أنه شو هن فتح الإسلام أساسا، شو هن جند الشام، أليسوا فروع من القاعده؟ طبعا يعني اللي عم بيقوله الشيخ سامي هو الصواب بعينه. يعني اليوم فتح الاسلام مثلا، وقت مخيم نهر البارد، فتح الاسلام قالوا انه هيدي القاعده اسمها فتح الاسلام، يمكن بكره يسموها الفتح المسيحي وتكون هي القاعده. اذا مثل ما قلت لك ببدايه الحديث تما نكرر، في عناصر اكيد لبنانية وفلسطينية ومن جنسيات أخرى موجودة في الأرض اللبنانية تنتمي أو تفكر وتتمنى أن تقوم بعمليات على طريقة القاعدة، ولكن هذا الواقع لا يؤكد مطلقا أنه يوجد تنظيم عسكري متراس منظم عنده قيادته وعنده هيكليته اسمه القاعدة. يعني لا في لبنان. ما منك من الناس اللي بيقولوا مستحيل يتسلل، علما انه ممكن هالعناصر هيدي تتجيش وتتنظم وتنتقل الى العمل الميداني بخلال 24 ساعة اذا كان في قرار من تنظيمات اخرى او من قوى سياسية اخرى داخلية او خارجية لاستعمالها، وهالشي شفناه بمخيم نهر البارد. يعني بتلاقي انه ممكن اليوم هذه العناصر تلاقي بانه ارض سوريا اليوم هي ارض بيئه خصبه للجهاد، بيئه خصبه لتنفيذ اليوم كل مخططاتها او افكارها، وفيها تتسلل. وجود يعني عناصر من القاعده في لبنان او تؤمن بفكر القاعده في لبنان لا يعني اني بستنتج انه هالعناصر
تسلل بتروح من لبنان الى لا سوريا. لا هو مش استنتاج عم بقول، بس ما بيعني انك بتقول لا مستحيل يكون راحوا على سوريا، يعني ما بتستنتج روحتهم، بس كمان ما بتنفي لا قطعا شيء ولا بنفي شيء، ولكن اللي بقول لك اياه انه بسوريا منهم بحاجه لعناصر من لبنان تيروحوا يناضلوا بسوريا او يقاتلوا بسوريا او يقوموا بعمليات ارهابيه في سوريا. ما سوريا تقريبا 70% من سكانها سنه، اذا منهم بحاجه ل يعني كل يعني سنه يعني يكون قاعده، يعني 15 مليون سنه بسوريا منهم بحاجه لمليون سنه تقريبا بلبنان. إذا كان في بالمليون سني بلبنان خمس عناصر قاعدة، بال 15 مليون في 15 ألف، إذا منا بحاجة الثورة بسوريا والثوار بسوريا والمعارضة بسوريا إنه تستعين بعناصر من لبنان تتقاتل النظام السوري. من هون قصة إلصاق تهمة إرسال مقاتلين أو مسلحين من لبنان إلى سوريا بهذا الطرف السياسي أو بذاك، هيدا اتهام باطل باطل كليا. طيب هون اليوم لنختم هذا الموضوع، في دعوة لطرح الثقة بوزير الدفاع، يقال انه حزب الكتائب لا مرنه مستعجل، يعني اولا يقرا بموزاييك السياسي اليوم الموجود، بيقول انا ما راح اعمل معركه خاسره وروح على مجلس النواب الاكثريه فيه بعدها معروفه انه هي من جهه الاكثريه وانه ما بتتغير المعادله، فليه بدي اروح اعمل معركه خاسره مع احد ابرز الاشخاص اللي فاتح معهم قنوات تواصل وهو رئيس تيار المرادة. ما لها علاقه موقفنا من الحكومه من علاقتنا ب لا هو مش من الحكومة، هو وزير الدفاع اللي هو وزير المرادة بتيار المرادة أو حصرا بسليمان بيك فرنجية. علاقتنا مع سليمان بيك فرنجية تأتي في إطار مشروع توحيد الموقف المسيحي وإلغاء رواسب الماضي، ما عم تجي بإطار إقامة حلف سياسي بيتعاطى بموضوع التعيينات والحكومة والأكثرية النيابية والأقلية. هي أولا. ثانيا على سؤالك السياسي اللي بيتعلق بحجب الثقة عن وزير الدفاع، رح جاوبك بجدلية فكرية تفضل. مش بالسياسي، يعني اليوم أنا لما بكون حاجب الثقة سلفا عن كل الحكومة وبعد مدي بيجي بطلب سحب الثقة من وزير بالذات، وكأني عطية انقضت حجب الثقة عن الحكومة ككل وحصرت حجب الثقة بوزير واحد، يعني هون معناتها عم برجع أعطي ثقة للبقية لل 29 وزير الباقي وحجبتها بس عن الوزير الوحيد. من هون نحن هيدي قمة الدبلوماسية الكتائبية، يعني لا 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 يعني صعبتها لدرجة انه هيك لا ابدا لا لا هيدا الواقع. اليوم نحن حاجبين الثقة عن الحكومة واعتبرناها ان حكومة انقلابية على الأكثرية النيابية وعلى صناديق الاقتراع تبع انتخابات 2009، واعتبرناها ان حكومة القمصان السود الى اخره، ما بدنا نرجع الى الفوكابولار الى التعابير يلي كنا نستعملها لدى سقوط حكومة إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري والإتيان بها الحكومة. ولكن فعليا لمن بتركزي على وزير واحد معناتها أنت عم تعترفي يعني أنتم مش رايحين بهذا الطرح، مش رايحين بهذا طرح سحب الثقة، مش رايحين فيه. ما بعتقد أنه رح نوصل لهوني بالمجلس النيابي، لأنه بدك تسحبي الثقة من وزير الدفاع. ليه من وزير الدفاع بس؟ ليه ما بنسحب الثقة كمان من وزير العمل يلي مورطنا عن حسن نية أو عن سبب سياسي بأنواع مختلفة من قوانين زيادة الأجور؟ ليه ما بنسحب الثقة عن وزير العدل يلي راحوا مولوا المحكمة الدولية من صندوق الإغاثة ونطروا هبة من جمعية المصارف يلي ما كان مفروض فيها تتورط بالسياسي؟ ليه ما بنسحب الثقة عن وزير السياحة يلي خسر قصة جعيتها؟
الى اخره. يعني بتلاقي عن كل وزن حملته مسؤوليه بتلاقي لانه بتلاقي والعوض عنه بصحن الحمص. بتلاقي عن كل وزير شيء من شانه انك تسحبي الثقه منه. من هون المساله ما مساله سحب ثقه بوزير. وبعتقد نحن قوى المعارضه يلي انا بعتبر انه بعدها هي الاكثريه ما لازم نلتهي بوزير او وزيرين. في حاله بالبلد اسمها حكومه اختارت خط استراتيجي نعتبره يتنافى مع مصلحه لبنان العليا والوسطى والدنيا، وعلينا انه نغير هالواقع. بس البعض عم بيقول انه كمان كمعارضه مش عارفين كيف يتحينوا الفرصه ليغيروا هالواقع. يعني اليوم من تصريح وزير الدفاع كانوا معتبرينه ربما راس حربه لمعركه مع هذه الحكومه. هلا حضرتك سخفت لهم اياها. يعني الحكومه الحاليه اتت نتيجه وضع اقليمي وعربي وسوري معين، ولن تذهب الا نتيجه ايجاد وضع اقليمي وعربي وسوري معين. للحكومه هيدي ما رح تبقى او تسقط نتيجه عريضه نيابيه او جلسه مناقشه. بصير في جلسه مناقشه بتعلى الاصوات، بصير في مشادات كلاميه معارضه، ولكن هذه الحكومه باقيه يمكن يوم يمكن يومين يمكن اكثر بانتظار وجود معادله جديده تعاكس وجودها. واعتقد انه هذه المعادله هي في طور التكوين ابعد ما انه يكون بسبب تصريح وزير من هنا او من هنا. يعني بتستبعد انه 14 اذار اساسا يروحوا لهذا الطرح، انه مجرد هيدا طرح سياسي لكنه غير قابل للتنفيذ. انا بتمنى على 14 اذار يلي نحن جزء لا يتجزأ منها، وهيدا امر نحن بنفتخر فيه ككتائب انه توضع 14 اذار. وهذا اللي قلته او قلت امبارحه بحديث الى وكاله اخبار اليوم. توضع استراتيجيه انقاذ لبنان في هالمرحله الحاليه اللي عم نمر فيها واللي عم بمر فيها العالم العربي، ابعد من اللعبه الداخليه السياسيه. لبنان اليوم بحاله خطر، خطر لانه وين لبنان؟ لبنان حدوده الجنوبية مهدد بحرب في إسرائيل، حدوده الشرقية والشمالية مهدد بثورة في سوريا، حدوده البحرية في سروي موضوع النفط، وبحدوده الداخلية مهدد بفتنة. بقى لما بيكون عندك كل هالمخاطر ما بين حرب وثورة وثروة وفتنة، ما عاد فينا نحن بلبنان نلتهي باللعب السياسي الصغيري. بدنا استراتيجية حماية لبنان وإنقاذ لبنان من انعكاس الأحداث عليه إسرائيليا أو سوريا أو عربيا. بس هي هذه استراتيجية؟ يعني حضرتك قلت مثلا منك مع استراتيجية أو العودة إلى طاولة الحوار، قلت لابد من العودة إلى طاولة مفاوضات بين دولة أو الدولة اللبنانية ودويلة حزب الله. هذه استراتيجية صح. مواجهة، استراتيجية حوار. لا. يعني اليوم عم توصف أول شيء مفاوضات، عم تقول يعني كأنه الوجه هو عدو، يعني اللي بيوجه لا 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 ما بتفاوضي عدو، بس بنعمل نحن مفاوضات وبين دولة ودويلة ولا يعني بين دولتين، مش بالضروري أبدا يكونوا أعداء. يعني اليوم لما دولة لبنان بتفاوض دولة السعودية أو دولة قطر أو دولة عمان أو دولة مصر لتوقيع معاهدة تجارية أو أمنية أو سياحية، ما بتكون عم تفاوض عدو، عم تفاوض فريق تاني. أنا اعتبرت أنه اليوم في نوعين من الحوار. في حوار التقليدي يلي هو البحث فيما يسمى استراتيجية الدفاعية. أنا أعتقد أنه هذا النوع من الحوار تخطط الأحداث لأكثر من سبب، ما بعرف إذا فينا نفوت بتفاصيلها. واليوم حزب الله من وارد الدخول بحوار موضوعه الأساسي الموجود على الطاولة هو سلاحه، من وارد. وعم بيقول لك السلاح جانبا ونبحث ابتداء من ما بعد السلاح. إذا ما عاد في مجال للحكي باستراتيجية دفاعية طالما حزب الله بيرفض وضع سلاحه على طاولة الحوار، مما بيعني
انه حزب الله اليوم صار جيش بحد ذاته ودويلي بحد ذاته. وانا اقترحت يعني مش بشكل جدي انما بطريق استخلاص العبر من الوضع، انه اليوم دولة لبنان تتفاهم مع دولة حزب الله على معاهدة دفاع مشترك. وهيدا امر، هيدا شو بيعني؟ بيعني انه تشريع الحالة التقسيمية. طبعا نحن ضدها. كيف يعني تشريع؟ كيف يعني تشريع الحالة التقسيمية؟ اليوم لما حزب الله بيعتبر حاله انه جيش، لما بيكون في جيش داخل دولة، هيدي حالة طبيعية غير الجيش الوطني، هيدي حالة تقسيمية. بس هو يعتبر انه هو ثلاثية مع الجيش، يعني ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة. أولاً انه كائن واحد. أولاً نحن ضد هالمبدأ هيدي، مثل ما بتعرفي يعني حتى لما كان الكتائب مشتركة بالحكومة تحفظنا على هال. إذا نحن بنرفض هالثلاثية هي، والثلاثية ما أثبتت جدواها أبداً إلا من ناحية المس باستقرار وأمن الدولة والشعب والمقاومة. مش أمن إسرائيل. إسرائيل بعد حرب 2006 يمكن خسرت على الأرض ميدانيا بعدم قدرتها على ضرب حزب الله وعدم احتلال لبنان، وربحت على صعيد الاتفاقات يلي حصلت انطلاقا من 1701 وغيره. إذا هيدي الثلاثية مضرة بلبنان ونحن ضدها. طب بس لوين بدها توصل هذه المفاوضات مثل ما حضرتك عم تسميها؟ أنا لوين بدها توصل؟ أولاً أنا يعني هل اليوم البعض يقول إنه راح تكون عم تعطي القيب تجميلية والهدف واحد، إنه ما بدها توصل؟ أنا ما اقترحت بإيد حزب الله، ما اقترحت موضوع إقامة معاهدة دفاع مشترك على سبيل الجد، كانت بطريق يعني مزاح، تأوصف وضع غير طبيعي. وأنه اليوم في حزب الله خالق حالة دولة معينة، عنده جيشه، عنده ميزانيته، عنده مدارسه، عنده كل البنى التحتية تبعه يلي هي أقوى لبل أكمل على الأقل مكتملة أكثر من البنى التحتية تبع الدولة اللبنانية. إذن اليوم ما بقى في مجال تحكي معه باستراتيجية دفاعية، خاصة أنه حزب الله عن حق أو عن باطل ما عاد عم، خلينا نكون واقعيين، اليوم سلاح حزب الله ما عاد موجود لمقاومة إسرائيل. والدليل مثل ما قلت لك أكثر من مرة بهالحلقة بالسابق، أنه من 2006 لليوم ما صار عمليات مقاومة. هالسلاح الموجود حزب الله اليوم جزء من الصراع العربي الإيراني، ولا يمكن لليوم لحزب الله الحزب الشيعي المرتبط باستراتيجية الإيرانية أنه يتخلى عن أي بندقية، مش عن أي صاروخ، عن أي بندقية من سلاحه في ظل صعود الحالات الإسلامية السنية في العالم. شو بتعتبر أنه هذا السلاح يهيئ؟ أنا ما عم بعطي حق هون، لا لا بس هون تقرأ بأنه كأنه عم بيحضر سلاحه لأن يكون سلاح مواجهة مع الصورة الجديدة اللي ممكن ترتسم بالمحيط العربي وربما حتى تنتقل إلى لبنان، مين بيعرف يعني. طبعا اليوم في قلق بلبنان، في قلق كبير من انفجار صراع سني شيعي، ونحن نتمنى انه هالامر يبذل اقصى جهود لمنع حصوله. والمسيحيين عندهم دور اساسي بمنع حصول هيك صراع، ويمكن وجود قوى مسيحيه اساسيه في 8 ادار حليفه لحزب الله، وقوى مسيحيه اخرى حليف لتيار المستقبل يلي منه وارد عنده الدخول بصراع مع الشيعة، لأنه تيار المستقبل تيار وطني وتوحيدي منه تقسيمي. يمكن اليوم هالقوى المسيحية المتواجدة بالفريقين اليوم أكثر من أي يوم مضى دورة إن تكون هي صلة الوصل بين الحالة السنية والحالة الشيعية. بس حضرتك يعني اليوم بالإضافة إلى الجهود ما اللي عم ينزلها رئيس جمهورية، اليوم رئيس جمهورية عم بيطرح موضوع الحوار، وأكيد الرئيس مدرك تماما الصعوبات يلي عم بتواجه طرحه، واللي رح تواجه طاولة الحوار إذا انعقدت، ولكن عم بيطرحه منعا لحصول الأسوأ
منعا لحصول الأسوأ. بس اليوم ما بتلاقي مثلا استاذ سجان انه البعض بيقول يعني حضرتك اساسا يعني بحزب هو ايضا كان بيوم من الايام حزب يعتبر بانه جيش داخل دوله كمان وما كان وكان عنده كل مؤسساته من التربويه يعني وصولا الى العسكريه. يعني ما بعرف اذا كان قرار حكيم يوم اللي تخلينا عن كل هالامور هيدي. اليوم تخليته عن سلاح صحيح. طيب ليش بتكون خلوا حزب الله يتخلى عن سلاحه؟ يعني لأنه النصيحة بزمن بيقولوا كانت من زمان. إذا حضرتك عم بتقول هذا الكلام مسؤول عني أنا وحدي. ايه؟ أنا طبعا يعني حزب الله مضطر يسمع ما في يسمع منك هلأ بهيدي في يسمع ما منك ما بعني ولا بلزم أي طرف ولا حزبي ولا شيء، ولكن أعتقد يوم المشكلة أنه في ضعف عند المسيحية تجاه شيء اسمه وحدة لبنان والميثاق اللبناني والدولة اللبنانية، وكل بالمجتمع المسيحي ما في ترحيب كل ما ممكن يؤدي إلى تعزيز الميثاق الوطني تعايش الإسلام المسيحي، كل ما ممكن يؤدي إلى وحدة الكيان اللبناني، كل ما ممكن يؤدي إلى بناء دولة لبنانية ديمقراطية حقيقية المسيحية كانوا يضحوا في سبيله، وبهالإطار المسيحيين ضحوا لمن سلموا كل السلاح رغم المخاوف اللي كانت موجودة عندنا واللي تحققت. بس ما قصتك حضرتك بتعرف كمان استاذ سجعان يعني حضرتك عندك من الواقعية السياسية لتقول انه كمان انه في كان حلف دولة وغربي معين واحتضان غربي معين لتلك المقاومة في حين اللي كانت المقاومة المسيحية خلص انتهت صلاحيته. مش هيك يعني اليوم بتلاقي انه ما انتهت صلاحيه الداعم الاساسي لمقاومه حزب الله، مش هيك يعني بتلاقي انه مجرد حديث اليوم اللي بنسمعه عن حوار وعن نزع سلاح كله مش وقته لانه لم تحن اللحظه فعلا بعد كل يوم انتهاء صلاحيه هذا السلاح. هي لحظه مناسبه لمطالبه حزب الله بتقديم سلاحه الى الدوله اللبنانيه، لانه كل لحظه يوجد فيها جيشين على أرض واحدة وضمن دولة واحدة هي لحظة خارج عن المنطق. ولكن أنا بعرف أنه اليوم قد ما نقول له لحزب الله قدم سلاحك ما رح يقدم سلاحه مطلقا، بالعكس عم بيعزز قوته العسكرية، ولكن عم بيعزز قوته العسكرية ليس لمواجهة إسرائيل إنما للتحسب، ما عم بقول تيقاتل او تيواجه، لا، انما للتحسب لما يمكن ان تفرز عنه الاحداث العربيه والثورات العربيه والانظمه البديله. اذا ترجع لك على قلت لك في نوعين من الحوار، هذا الحوار يلي اليوم بعتقده من الصعب انه يصير لانه حزب الله منه مستعد يبحث بسلاح، ولكن في حوار اخر ممكن يصير هو حوار مصير لبنان بغض النظر عن السلاح والخلافات و14 و8. اليوم لبنان بخطر، يفترض انه اللبنانيين على مختلف اتجاهاتهم يعملوا حوار لجلسة واحدة فقط لا غير حول رئيس الجمهورية للاتفاق على نقطة واحدة وليس نقطتين، نقطة واحدة هي تحييد لبنان عن هالصراعات الدائرة في العالم العربي، فما نتورط لا عسكريا ولا امنيا بهالعمليات اللي عم بتصير بسوريا وخاصه بسوريا، لانه نحن احداث المنطقه تؤثر علينا، ولكن تدخلنا في احداث المنطقه لن يؤثر على احداث المنطقه. هيدا منه جبن ولا استقالي من دور، نحن عندنا دورنا من بعد ما ينتهي الصراع بين الأنظمة والشعوب. شو بكون ساعتها دورنا؟ دورنا في نعطي أولا لبنان في يعطي اتفاقه مع بعض البعض، هيدا لما إذا اتفقنا كلبنانيين في هالجلسة الحوارية على تحييد لبنان، وأنه ليكو لما ساعتها السوري والمصري والعراقي والتونسي والليبي في يقول انظروا الشعب اللبناني اليوم كيف اتحد مع بعضه وقرر يحيد بلده ويحافظ على وحده. نحن مقسومين، ما نحن اساسا بالداخل اللبناني يعني اليوم البعض بيقول انه اذا اسيء لرئيس جمهورية لبنان ما بتجي الردود بالقسوة التي تكون حين يساء يعني يساء لرئيس جمهورية سوريا مثلا.
صحيح. يعني حضرتك بتعرف اليوم ما فيك انت بلبنان بتلاقي لبنانيه بدافعوا ربما عن سوريا او عن السعوديه او عن يعني حسب المحاور اللي مقسمين فيها اكثر ما بدافعوا عن لبنان، لانه هالواقع اللي عم تقوليه هو الواقع الصحيح، ولانه في انقسام بلبنان، ولانه في اختلاف بلبنان، ولانه لبنان معرض للفتنه وللتقسيم معرض. اقول بانه اليوم أكثر من أي يوم مضى مطلوب من اللبنانيين إذا ما بدهم يفوتوا بنفق الفتنة وما بدهم يفوتوا بموضة التقسيم الجاري في المنطقة العربية إنه يتحدوا مع بعضهم على إنقاذ وحدة لبنان بغض النظر عن موضوع السلاح. ما حيكون في انتقام من اللبنانيين يعني اليوم إذا تغير المشهد إذا كان مثلا. إذا كان هالأمر هيدا غير ممكن أنا بقول لك معناتها لازم نكون قلقين، ليس على مصير الحكومة أو على الحدود اللبنانية السورية، إنما على وحدة الكيان اللبناني. خلينا نكون صريحين بهالأمور هيدي. إذا اليوم بتلاقي اليوم شبيه الأحداث أو اليوم وضع لبنان قد يكون شبيه بوضع لبنان سابقا، يعني لما وقعت حرب الآخرين على أرضنا ممكن تلاقينا اليوم بهذا المشهد. أنا من بأيده كليا هذه النظرية. أنا عندي محبة خاصة وإعجاب وتقدير للأستاذ غسان تويني يطول عمره، ولكن أنا مني من يلي بيقولوا أنه حرب بلبنان كانت حرب الآخرين فقط، كانت في حرب كمان بين اللبنانيين. ليه حرب الآخرين وقعت في لبنان ولم تقع في سوريا أو في الأردن أو في السعودية؟ لأنه نحن موضوع قابل، موضوع قابل. طبعا في عناصر خارجية كانت تفجر الوضع بلبنان ب 58، ما علقت البسطة والجميزة مع بعضها لو ما يكون في عبد الناصر ومشروع الوحدة بين العروبة وبين مع سوريا. وال 75 ما كانت الحرب وقعت على خطوط التماس بين المتحف والبربير لما يكون في الوضع الفلسطيني وبعدين الوضع السوري إلى آخره والإسرائيلي. ولكن معناتها أنه نحن كلبنانيين وحدتنا هشة، وحدتنا بس ما هشة. تغير شيء، ما تغير يعني شيء اليوم. نحن بلبنان في تمييز ما بين المحبة والوحدة. اللبنانيين بيحبوا بعضهم بس مش مؤمنين بالوحدة، وهذا أمر مزعج. يعني منحب بعضنا، والدليل يعني اللي بيكونوا عم بيتقاتلوا تاني يوم بوقف اطلاق النار بيتعانقوا، ولكن هني بيتعانقوا بس المناطق اللبنانية ما تعانقت مع بعضها. اذا بدنا نجعل مفهوم الوحدة مرتبط بمفهوم المحبة، ومفهوم المحبة بين اللبنانيين مرتبط بمفهوم وحدة الكيان اللبناني. إذا غدا يعني اليوم دائما الحديث على لسان تحديدا المسيحيين في لبنان أنه حيدوا لبنان عن صراعات، لأنه يمكن أول من سيدفع الثمن هو المسيحي في لبنان إذا ما تقاتلوا الأكثريات اللي هي من ضمن يعني بحجمها القليل هي أكثريات. طيب اليوم إذا سقط مثلا، إذا ذهبنا إلى سيناريو سقوط النظام في سوريا، ما راح تروحوا للانتقام ك 14 اذار تحديدا من حزب الله وهيدا الانتقام؟ يعني 14 اذار كل المزيك فيها بده يصير يتجسد بصوره السنه اللي هو تيار المستقبل، انه جايين ينتقموا من الحكومه اللي كل المزيك فيها راح يتجسد بحزب الله الشيعي. انا فيني اعطيك مثل يعني جوابي منه تحليلي وتوقعات، راح اعطيك جواب استنادا الى ما حدث في الماضي. لما انتصرت تنقول الفريق المسيحي سنة 1982 ووصل إلى رئاسة الجمهورية الشيخ بشير جميل، ومن ثم بعد استشهاده الرئيس الشيخ أمين جميل، هل حصل انتقام أم كان أكثر هم عند الرئيس بشير جميل وثم الرئيس أمين جميل 10452 ووحدة لبنان ووحدة والمصالحة بين كل اللبنانيين، وتوجهوا أولا إلى المسلمين وإلى الدروز إلى الشيعة والسنة وإلى كل اللبنانيين قبل ما يتوجهوا إلى المسيحيين؟ إذن هيدا مثل واقعي وهالأمر هيدا كلفه للرئيس أمين جميل الانفتاح على الآخر وعدم الانتقام والمصالحة، كلفوا أنه يصير في تشكيك من قبل بعض المسيحيين في
إذا نحن منا بواقع الانتقام. بس هنا في قبول أيضا من قبل عدد كبير من المسلمين بالرئيس جميل كمان أمين جميل. إذا المشكلة يعني هذا ما بيعني إنه نحن على قد مجتمع متسامح يعني. إذا المشكلة مش عنا، المشكلة عند الآخر. عم تسأليني إذا نحن بدنا ننتقم، عم بقول لك نحن الانتقام ليس من ثقافتنا، الانتقام ليس من حضارتنا وليس من شيمنا وأخلاقنا. نحن الحوار، المحبة، المساقية، العيش المشترك، الوحدة، الحرية، الديمقراطية، هيدي هي قيمنا وأخلاقنا وشيمنا. بس ما عندكم خوف من الآخر المسلم؟ عندنا خوف. مشان هيك رايحين على قانون انتخاب. اولا تؤيد خوف مش من المسلم ما عندنا خوف من المسلم. اذا عندي خوف من المسلم ما كنا عايشين نحن وياه. خوف من الذوبان، في خوف عند المسيح اليوم، في خوف مش من التعايش مع المسلم، في خوف من الذوبان، في خوف من شيء اسمه الاسلام السياسي. ليه؟ انا بعطيك، نحن اليوم المسيحيين مش بلبنان، بالعالم العربي ليه بيقولوا ليه المسيحيين بسوريا او ما عم بياخذوا؟ لا رح نفوت اكثر على المسيحيين بالعالم العربي، لكن بالمسيحيين بلبنان هل ترى في امكانيه لان فعلا يكون في ولاده او لاي تحول مشروع اللقاء الارثوذكسي الى قانون انتخابات لعام 2013 ولا انا لا؟ انا بتمنى انه مشروع اللقاء الارثوذكسي يكون هو قانون الانتخابات الجديد، ولكن أعتقد أنه سيكون هناك صعوبات كبيرة لتحويل هذا الاقتراح إلى قانون، لأنه ما بيقضي أنه يقبل فيه اللي اجتمعوا ببكركي أو نقبل فيه نحن كمسيحيين حتى لا يمشي. هيدا منه قانون للمسيحيين، بده يكون قانون. ما بدي أسأل عن حزب الله، بده يكون قانون لكل اللبنانيين. تيار مستقبل حليفكم بيعارضوا لهالقانون، هيدا بيعارض قانون اللقاء الارثوذكسي، وهو ما كان عنده ابدا خجل انه يعلن معارضته، ونحن بنفهم معارضته مع من دينه، ولكن هو يفهم الاسباب يلي من اجلها نحن اخترنا او اعتقدنا انه هيدا هالمشروع ممكن يكون نواة او ركيزة للبحث بالانتخابات المقبلة. لانه بلبنان في ناس ما بيؤمنوا بالمناصفة أولا، وفي ناس بيؤمنوا بالمناصفة بمفهومها العددي وليس بمفهومها السياسي. يعني بيؤمنوا أنه صحيح لا يجوز المس ب 64 نائب مسيحي و 64 نائب مسلم، ولكن ال 64 نائب مسيحي مفروض يكون فيهم 10 للمستقبل، 10 لحزب الله، 5 لأمل، 6 للحزب التقدمي الاشتراكي الدرزي إلى آخره. لا، نحن عم نقول 64 نائب مسلم يجب أن يمثلوا نبض الإسلام السياسي في لبنان، طيب، وال64 نائب مسيحي يجب أن يمثلوا نبض الشارع المسيحي. شو غير إنكم أنتم فشيتوا خلقكم يعني وقلتوا هالكلمة الجوهرية ما رح تقدروا؟ شو هي؟ يعني إنه لازم يكون التمثيل فعلا، انه النائب يمثل فعلا هذه البيئه والطائفه والمجتمع. كيف بده يصير هيك؟ هيدا بده يصير. رح ترجعوا على قانون، ترجعوا تنتخبوا من التحالفات اللي انتم مضمونين فيها. بعد ما تم الاتفاق على قانون انتخاب جديد، ثانيا ما معناتها رح نقبل كمان باي مشروع يعرض علينا، وكل الخيارات مفتوحه امامنا في حال فرض علينا قانون انتخاب غير عادل، من رفضه إلى حد يمكن. طبعا هالموضوع ما بحث، ولكن لماذا لا يبحث في يوما ما إذا بدهم يفرضوا علينا قانون ذمي مقاطعة انتخابات النيابية، ولكن مش على طريقة 92، يعني قطاع البترك سفير 12 ساعة يوم الانتخاب وبعدين 12 سنة مقاطع. لا، أو بتقاطع مزبوط أو ما بتقاطع. بس هو استجعان كمان، يعني ممكن البعض بيقول انه الطرف الاخر اللي هو المسلم في البلد رح يجي يقول مثل ما عم نسمع يعني بمحلات معينه، انه انتم ليش هالقد حاملين السلم بالعرض؟ اشكروا ربكم بعدكم حافظين على المناصفه العدديه، لانه عدديا لم يعد المسيحيون في لبنان هن اساسا على قدر هذا العدد. لبنان من المعطى لهم عددي. يعني صاروا عم بمننوكم كانه اشكروا ربكم اخذين 64 نائب. لبنان منه وطن قائم على العدد. باختصار كلي، منا بمجال نعمل عرض تاريخي. لو كانوا المسيحيين فكروا بمفهوم العدد ما كانوا ناضلوا
وبعثوا وفود إلى أوروبا وإلى مؤتمر فرساي ومؤتمر سان ريمو سنة 1918-19 و20 للمطالبة بتوسيع المتصرفية يلي كانوا هني فيها 85% من الشعب تيحولوا لبنان إلى 10452 ويضموا السنة لإلهم وباقي الطوائف بشكل كثيف ويصبحوا بالكاد 55%. إذا نحن ما فتنا على لبنان الكبير، على لبنان الواحد، على الكيان اللبناني، على التعايش الإسلامي المسيحي من مفهوم العدد، إنما من مفهوم التعايش، مش العدد، مش العدد هو اللي بيعمل لبنان، إنما التعايش اللي بيعمل لبنان والمساواة بالفكر والقيم هو اللي بيعمل لبنان. راح أدخل إلى بريك إعلاني، وبعد البريك الشبه المنتظر بين الأحزاب المسيحية والإسلامية كما كتبها سجعان أزدي اليوم في صحيفة الجمهورية، نقراها ومنناقش معك بعد فصل إعلاني صغير. مشاهدينا برحب فيكم مجددا. استاذ سجعان أزدي، رح اقرا ما كتبت اليوم، الزميل سجعان أزدي، ما كتبت اليوم بصحيفة الجمهورية تحت عنوان الشبه المنتظر بين الأحزاب الإسلامية والمسيحية. كتب سجعان أزدي: بداية حين يستعين الإسلاميون الخارجون من الثورات العربية وعليها بظاهرة الأحزاب الديمقراطية المسيحية في أوروبا ليبرروا وجودهم، يعترفون ضمنا بأن المسيحية ديمقراطية، ويبقى عليهم أن يثبتوا أن الإسلام مثل المسيحية ديمقراطي وهم أيضا ديمقراطيون. المسيحية كأي دين أسمى من الديمقراطية التي هي نظام دنيوي ومبادئها هي أحد ينابيع الديمقراطية، وبالتالي إن المسيحية براء من أي حزب غير ديمقراطي ينتحل اسمها. لكن الأحزاب الديمقراطية المسيحية أكدت طوال 100 سنة على وجودها أنها فعلا ديمقراطية وعلمانية، بينما الأحزاب الإسلامية التي تطلب اليوم اعترافا بديمقراطيتها لم تبرهن من خلال مرجعياتها ومبادئها وكتبها وأنظمتها وفتاويها وممارساتها خارج الحكم وداخله أنها تأنس عشرة الديمقراطية. لذلك إن ادعاء الحركات الإسلامية الأصولية التي استلمت الحكم حديثا في الدول العربية بأنها ديمقراطية يحتاج إلى برهان دستوري وتجربة زمنية واختبار ثقافي لنصدقه. وأول أعلان نوايا هو وقف ربط التشريع بالقرآن واحترام حقوق الآخرين من دون فتاوى. هذه بالمقدمة لمقالك اليوم. اليوم بتشكك بديمقراطية الإسلاميين اللي بدأوا بدأت صورتهم تتبلور بأنظمة جديدة في عدد من البلدان طبعا العربية. هذا المقال اليوم نزل لي بجريدة الجمهورية وأنا هون بحب استفيد من وجودي معك يعني شيد بهالجريدة اللي عم تعمل جهد كبير على الصعيد الصحفي في لبنان. إيه أنا مش إن بشك بديمقراطية الأحزاب الإسلامية الأصولية، وهون لما بحكي عن الأحزاب الإسلامية ما بعني الأحزاب المسلمة العادية مثل تيار المستقبل أو مثل حزب مؤسس عمر كرامي أو مثل حزب ممكن يأسسه أي مسلم، حزب الله، حزب الله حزب أصولي وأساسا ما بيفصل بين الدين والدولة، طبعا عنده ولاية الفقيه، يعني مش أنا عم بقوله، هو بيعلن هالشيء بفخر واعتزاز. إذا الأحزاب الإسلامية يلي عم تسلم الحكم بالدول العربية يعني هي من تنظيم هي الأخوان، يعني هي تنظيم الأخوان المسلمين أو ما شابه، طبعا ليست أحزاب ديمقراطية، هي تؤمن من الديمقراطية بشيء واحد هو حصول الانتخابات للوصول إلى الحكم، وبعدين عوض ما تتكل على القوانين المدنية بتبدأ بإطلاق الفتاوي الدينية. يعني وإذا وأنت أكيد عم تطلعي على ما يصدر من المسؤولين عن حزب الإخوان المسلمين في مصر وحزب السلفيين وحزب النهضة في تونس وحزب الإسلامي في ليبيا، يعني شيء مخيف الفتاوى اللي عم تصدر. يعني شو بدي إنه ما فيك تكوني ديمقراطية إذا ما احترمت الحريات، ما فيك تكوني ديمقراطية
إذا ما احترمتي حرية الجماعات والاعتراف بالآخر وحقوق المرأة وحقوق الإنسان والمساواة. التسامح ليس ديمقراطية. يعني اللي بيقول لك رئيس حزب السلفيين بمصر إنه لا يجوز معايدة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، يعني شو بعد فيه من الديمقراطية؟ وشو بيردوا الإخوان المسلمين عليه بمصر؟ إنه لا يجوز التشديد على هذه النقطة، وديننا بيتسامح معنا ويجوز أن نعايدهم من دون الأخذ بهالكلام هذا. يعني عم بيربحوا في بيئة منا طبيعية. لما بيطلع فتاوى في تونس، يعني اليوم المرزوقي رئيس جمهورية جديد بتونس يلي هو يساري واللي هو علماني كان ومدني، اليوم عم بيحكي، أعطى تصريح أثناء زيارته إلى قطر بعد كان الأسبوع الماضي، إنه الإسلام هو الحل ويجب أن يحكم بالإسلام، نحكم الشريعة. بهالشريعة الإسلامية ونختبر أنها هي الحل. لمن عم تطلع فتاوى بتحريم عمل النساء، لمن بمصر الحزب اللي بده يحكم بعد الانتخابات بيقولك ممنوع أن يأتي رئيس جمهورية مصر أن تكون امرأة حتى لو مسلمة كمان أو قبطي. طيب وين في ديمقراطية؟ طيب بس هون وين في ديمقراطية؟ مخص ديمقراطية التعاطي يعني بما يتعلق بهؤلاء الأحزاب. اليوم إذا بدنا نحكي بديمقراطية الشعوب، يعني اليوم هيدا البعض بيقول هذا هو نتاج الاختبار الأول لشعوب عربية تعيش الديمقراطية في أول تجربتها، يعني أنا تجربة أولى ديمقراطية. أنا ما عم بقول إنه هذه الحالة الإسلامية هي حالة أبدية. ما بدي أحكم على المستقبل، ولكن أقول أنه كل المحاولات يلي نشأت في العالم العربي لفصل الدين عن الدولة وخلق حالة سياسية مدنية ما أعطت نتيجة عملية. بعطيك مثل، لمن إجوا المسيحيين مع المسلمين خلقوا الفكر القومي العربي، تحولت القومية العربية إلى حالة إسلامية، اتقسم إما الإسلام السياسي الأصولي وإما المسلمين العسكريين. لمن إجوا مسيحيين خلقوا القومية السورية، صارت اتأسلمت وصار منطقة الهلال الخصيب إما هلال خصيب شيعي وإما هلال خصيب سني. اسمح لي أستاذ سجعان، في خبر عاجل وردنا الآن، أفدنا عن سماع دوي انفجار في حي الميدان في دمشق، وتحديدا بالقرب من قسم شرطة الميدان مقابل جامع الحسن، والمعلومات الأولية تحدثت عن سقوط قتلى وجرحى. إذن للأسف يبدو بأن هنالك انفجار في حي الميدان أو سماع دوي انفجار في حي الميدان في دمشق، وتحديدا بالقرب من قسم شرطة الميدان. يعني نتمنى انه يكون في ضحايا كثير، ومنيح انه هالانفجار صار وما سبقه تصريح لاي مسؤول لبناني قبل. اليوم اذا بدنا ننقل يعني هذه المخاوف اللي حضرتك عم تتحدث عنها بالصوره الجديده اللي بينت، ان كان بمصر او الصوره الانتقاليه مثل ما سميتها باول حلقه، ان كان بمصر او بتونس، اليوم بسوريا قديش اليوم في خوف عند المسيحيين في سوريا؟ يعني منلاقي انهم فعلا هن عم بينقوا بنفسهم عن احداث ما حدا عم بيعرف كيف بدها تتطور. يعني هل اليوم الخوف الكبير عندهم من الذهاب الى حرب اهليه في سوريا؟ ليكي مدام نمسي، ما بدي اعطي لحالي صفه او حق التحدث باسم مسيحيي سوريا، ولكن أنا بعتقد أنه المسيحيين بشكل عام بالعالم العربي وبسوريا خصوصا، لأنه سوريا فيها وجود مسيحي مميز كمان مثل وجود المسيحي في لبنان، هوني عنده دور كان أهم، ولكن في وجود مسيحي لعب دور أساسي في تاريخ سوريا. المسيحيين في العالم العربي عموما لمن ما بيلتزموا إلى جانب القضايا معينة، مثل أني عم بياخدوا عليهم أنه ليه ما مكشفين عن زنودكم مع الثوار ومع الثورات ضد الأنظمة، هالموقف منه موقف جبن أو تخاذل أو تخلي عن دور تاريخي، ولكن تاريخيا المسيحيين كانوا يسبقوا غيرهم وحتى يسبقوا المسلمين بالثورات في رفع راية
التغيير والتحديث والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية خصوصا لما كان الصراع بين العرب وأي طرف خارجي، أكان أمريكي أو أوروبي أو مسيحي غريب أو إسرائيلي إلى آخره. ولكن حين يكون الصراع داخل الدولة بين النظام والشعب، المسيحيين ما بيدخلوا بهالصراع، أولا لأنه أقلية عددية في هالدول، ولأنه ما عندهم القدرة على التأثير، ولكن بخافوا تأثير النتائج عليهم. هيدا أمر لازم الآخر يفهم الوضع المسيحي. نحن كنا الأول في الدفاع عن القضية الفلسطينية، كنا الأول في رفع في رفض الاستعمار، كنا الأول بالمطالبة بالاستقلال عن الإنجليز والفرنسيين، كنا الأول في طرح فكرة القومية العربية وبعدين القومية السورية وبعدين القومية اللبنانية إلى آخره. ولكن لما يكون الصراع بين نظام وفريق من الشعب، يعني بيستصعب المسيحي اللي هو أقلية مثل غير أقليات كمان إن تفوت بهالصراع، علما أنه في مسيحيين كتار هن ملتزمين بالثورة. وفيني أقول لك شغلة، أنه لما كان في المعارضة السورية قبل بدء الثورة بسوريا، المعارضة اللي كانوا عم بيعملوا عليهم كبسات من المخابرات ويجنون طوال السنوات الماضية، أغلبهم كانوا من المفكرين والنخب المسيحية. طيب بس اليوم البعض بيقول انه ايضا هذه الشريحه من المجتمع السوري واللي هن مسيحيي سوريا كمان بيكونوا بكنوا البعض من الجميل لنظام نظام الاسد عموما، ان كان الاب او الابن، لانهم بيعتبروا انه هذا النظام حمل مسيحيين يعني في سوريا وقدم لهم طمانينه وحتى حقوق يعني، وكان يعني حاضنهم وعنده الخوف اليوم هيدا انه حضرتك مثل ما عم بتقول يعني هيدا شعور ذمي مثل ما عم بتقول اليوم انه يمكن بكره يطلع نظام جديد يقول لهم ممنوع تعيدون للمسيحيين في سوريا، شو بده يكون موقفهم؟ هيدا اولا شعور ذمي لدى مسيحيي سوريا تجاه النظام الحالي. انا ما بقبل كمسيحي ابن هذا الشرق صانع او من صناع حضاره الشرق وعزته وامجاده وفتوحاته وباني حضارته الحديثة والمناضل في سبيل إخراجه من الاستعمار ومن الاحتلال العثماني والغربي والأوروبي، إنه أي نظام عربي أكان إسلامي شيعي سني أو غير سني أو غير شيعي يمنني بالحرية وبالأمن. لا مش عم بمنن النظام، البعض بيقول إنه هن المسيحيين عم بيقولوا هذا الشعور عند النظام أملنا حماية. هالشعور هذا اللي عم أقول لك إياه، هذا اللي عم أقول لك إياه بالضبط، إنه هالشعور عند المسيحيين بسوريا شعور خاطئ. يعني ما لازم يشعروا بعرفان الجميل. ليش اذا بشوفوا اليوم المسيحي بسوريا، اذا بشوف كيف عم بكم تم التعاطي بالمسيحيين بالمحيط، اذا بشوف مسيحيين العراق ما بدي يقول نشكر الله نحن مأمنين لحماية هون بسوريا. في خطأين، في خطأ لا يغتفر، هو عدم تأمين حماية للمسيحيين من قبل الأنظمة الأصولية المتطرفة، وفي خطأ ينظر فيه هو شعور المسيحي في دول عربية مثل بسوريا إنه هو مرتاح لأنه النظام عطيه الأمن والحرية. هيدا عرفان جميل مرفوض، أن يكون المسيحي بسوريا آمن وحر وعنده حق العمل والانتخاب هيدا حقه الطبيعي، ما لازم يمننوا فيه لا سوء لا الأسد الأب ولا الأسد الإبن ولا الأسد الحفيد. هيدا حق طبيعي، ما مفروض أشعر أنا بعرفان جميل وبسببه أيد الأنظمة الدكتاتورية والقمعية في العالم العربي. اليوم حضرتك بالقراءة النقدية وبالخوف، يعني اليوم بقراءتك بما كتبته وبالخوف من هذا الإسلام الأصولي الذي يجتاح المنطقة، وإن كان اجتياح ديمقراطي يعني عبر انتخابات أو عبر استفتاء شعبي، اجتياح انتخابي مش ديمقراطي، يعني ليش الشعب عم ينتخبون؟ ديمقراطية في كلمات بحب رددها على طول، الانتخابات وحدة ليست هي الديمقراطية. الديمقراطية نظام متكامل، الانتخابات جزء منه. ما فيك تاخذ الانتخابات فقط
وتقولي أنا ديمقراطية. ما كان في بسوريا اليوم بالنظام البعثي الحالي الحزب الواحد في انتخابات، انتخابات اختيارية وبلدية ونيابية. بتشكك بنزاهة الانتخابات الأخيرة؟ نعم. الانتخابات الجديدة بتشكك شو بتعني بنزاهة الانتخابات الأخيرة؟ لمن بيصير في مثلا بلبنان الانتخابات بتصير من دون ما بيقولوا انتخابات نزيهة، ما تدخل فيها من زمان كانوا يقولوا قبل الحرب الدكتلو والشعب الثاني. اوكي صارت انتخابات، ولكن الاجواء اللي سبقت الانتخابات هيدي بتجعل الانتخابات غير نزيهه، لما بيكون في ترهيب بالسلاح قبل اشهر او اسابيع او اغراء بالمال السياسي، كله هذا بصير قبل يوم الانتخاب. يوم الانتخاب بيكون انتخاب نزيه، بيروح المواطن بينتخب وبيرجع، ما حدا بيتعاطى معه، بيقولوا لك انتخابات نزيهه. يوم الانتخاب كان نزيه، ولكن العملية الانتخابية ككل ما كانت نزيهة. طيب. من قانون الانتخاب إلى التحضير إلى تسمية المندوبين إلى المال السياسي. بس نضلنا عايشين بالشكوك. لا لا لا، الانتخابات النزيهة بمفهومها الحقيقي كل هالأمور بدها تكون متوافرة. بس مثلا شو سبق الانتخابات الحالية بمصر؟ سبق ثورة، تجيش ديني، تجيش ديني. في ثورة أهم من التجيش الديني، في ثورة قدرت اليوم أنه تسبق هذه الانتخابات، في تأثير لثوار رأوا حالهم قدروا يكسروا ديكتاتور عمره 30 سنة بالحكم وجايين على أمل أنه هن بدهم يصنعوا التغيير الجديد. ربما هذا هو المشهد اللي صنعوا. أنا ما عم بقول أنه الأحزاب الإسلامية اللي انتصرت في الانتخابات النيابية اللي حصلت في الدول اللي حصل فيها ثورات هي سطت على الانتخابات واجت بالقوة الى الانتصار الانتخابي، ولكن عم بقول انه يلي عملوا الثورات مش هن يلي وصلوا فائزين بالانتخابات، والدليل انه اليوم في ثورات مضادة بمصر وبتونس وحتى بليبيا. اليوم يلي عملوا الثورة المصرية ويلي العالم كله شباب الميدان يعني ايدهم، ويلي المجلات العالمية اختارت السائر هو رجل العام، السائر كسائر رجل عام، ما كانوا عم بيعنوا فيه مراقب الإخوان المسلمين أو رئيس السلفيين، عم بيعنوا فيها الشاب والصبية اللي كانوا موجودين بساحات الحرية في تونس وليبيا ومصر واليمن وسوريا، وهوري اللي غيروا النظام. بس بين هذه الازدواجية، بين أنه الخوف من الإسلاميين أو من الموجة والمد الإسلامي الأصولي والمتطرف وبين بقاء الأنظمة الحالية، كان هذا السؤال مركزي بالأول لما كانت البحث عم يحكي عن فوبيا الإسلاميين، إنه شو عم بتقولوا أنتوا، إنه لا ما مين قال إنه النموذج رح يكون هو الإسلاميين، هذا بمجرد تهديد من الأنظمة أو من قادة هذه الأنظمة ليبقوا ليخوفوا المجتمع الغربي إنه بده يجوك الإسلاميين. اليوم في مشهد صار، في واقع رسم. قديش اليوم بما تبقى ربما من أنظمة لم تشهد ثورات أو هي في طور الثورات بتفضل بقاء الأنظمة الحالية أو مجيء الإسلاميين بالمشهد المقبل؟ ما بتلاقي أنه كبرى مأساة العرب ومأساتك أنت ومأساتي أنا أنه نختار بين شرين، يعني بين نظام قمعي عسكري أو عائلي وبين نظام إسلامي أصولي متشدد لا يؤمن بالحريات والمساواة والديمقراطية. أنا ما بدي أختار، أنا بدي أكمل الثورة، أنا بدي أكمل التغيير، لن أخضع، لن أقبل بالنظام القائم، سأسور عليه، ولن أقبل بالأنظمة الأصولية البديلة وسأعارضها. هيدا الخيار. لازم الشعب العربي يكمل ثورته، وما يعتبر الشعب بمصر أنه انتصر لمن سقط مبارك. ثورته بلشت من بعد ما سقط مبارك. بركي هو بيعتبر انه هيدي هي الثوره التي ارادها. ما بعتقد هيدي، ما بعتقد. والدليل اليوم في صراع بمصر، تما نكبر البكار، بمصر في صراع بين الثوار المدنيين والثوار الاسلاميين، في صراع بين المجلس العسكري والاحزاب الاخرى، في صراع بين الحكومه والثوار، في صراع بين انصار الحكم السابق وأنصار الحكم الجديد. بمصر ما انتهت الثورة، وبتعتقد أنه الثورة انتهت بصدور الحكم امبارح بالإعدام على حسني مبارك؟ ما في بعد 100 حسني مبارك موجود بالحكم بمصر. هل تتوقع أن يتم تنفيذ الحكم بالإعدام؟ مين؟ بحسني مبارك؟ يعني بشك أنه يتنفذ بحسني مبارك هالحكم هيدا، خاصة أنه بحسني مبارك منه رجل،
في كذا شخص اسمه حسني مبارك بأسماء أخرى موجودين في الحكم في مصر اليوم. وأنا بعتقد أنه لو كانت الأمور انتهت بمصر ما في خوف من ثورات مضادة جديدة ما كان صدر الحكم بالإعدام على حسني مبارك. يعني اليوم بهالإطار أنا بتعجب بهالإطار، تسمحي لي افتح على هلالين، كيف بشهرين ثلاثة قدروا أنه محاكمة نظام عمره 30-40 سنة وحكموا بالإعدام على الرئيس حسني مبارك، وبعد ما لقيوا المجرمين يلي فجروا الكنائس وقتلوا القبطيين في مصر أثناء الثورة. بتلاقي أن اليوم هي ثورة على رجل النظام وليس على النظام اللي عم بتصير بكل طبعا بمصر صار في يعني النظام، يعني أنه خلص كأنه مجسد بهذا الرجل، فخلص أنه هذا الرجل في مصر حسن. ما حصل أن النظام سلم النظام بعد ما استلمت الثورة الحكم. الثورة بتسلم الحكم لمن الديمقراطية تصبح قائمة في مصر وليس قبل. أكثر تحديدا المسيحيون اليوم يعني كيف ينظرون يعني بين النظام الحالي اللي هو النظام السوري تحديدا والخيار الشعبي والصورة اللي عم تنرسم أو الحرب والفتنة الأهلية اللي عم بتصير، شو الخيار؟ الخيار إنه الثورة السورية تعطي نظام ديمقراطي، هيدا الخيار. تتوقع منها هيك؟ أريد ذلك، بتوقع ما بعرف أنا. بقراءتك مبلا لازم بيكون عندك قراءة معينة. أنا لا أتوقع، عم بحكيكي شو بدي أنا اللي كمواطن في لبنان كمواطن في العالم العربي أتمنى أن يخلف النظام السوري الحالي نظاما ديمقراطيا بكل معنى الكلمة. بتلاقي اليوم ولكن المشاهد اللي لا شاء يشير إلى ذلك. أنا أعتقد أنه البديل عن نظام الرئيس الأسد في سوريا سيكون مع الأسف نظاما إسلاميا. ترفضه؟ طبعا، ولكن أنا برفضه من ممكن مبدأ تترحم أنا, يعني أنا برفضه من مبدأ فكري سابق. أنا برفضه من مبدأ فكري، ولكن أنا ما إلي حق أتدخل بالشأن السوري. إذا السوريين قبلوه فليكن، أنا ما بتدخل بالشأن السوري. بس بتلاقي خطر على المسيحيين في سوريا. مش خطر على المسيحيين، خطر على المسلمين. مش قبل ما يكون خطر على المسيحيين، لأنه اليوم في مشكلة عم بيخلقوها الأحزاب الأصولية الإسلامية، عم بيظهروا الإسلام وكأنه معادي للحداثي ومعادي للعصرني ومعادي للديمقراطية ومعادي للمساواة ومعادي للحرية. إذا هالأنظمة الإسلامية هي تسيء إلى المسلمين أكثر ما تسيء إلى المسيحيين. المسيحيين بيدلوا قادروا يناضوا ويدافعوا، ولن نكون لقمة سائغة أمام أي نظام إسلامي أو عسكري. شكرا لك نائب رئيس حزب الكتائب استاذ سجان أزلي، شكرا جزيلا لك استاذ سجان، اهلا وسهلا فيك بهي الحلقه ببدايه السنه، ويعني ان شاء الله تكون هذه السنه سنه خير. ما في شيء كثير ببشر، يعني بكفي ان نذكر بالخبر العاجل الذي ورد عن سماع دوي انفجار بحي الميدان في دمشق، وانه في معلومات عن سقوط ضحايا بين قتيل وجريح. كل المعلومات سنوفيها ايضا للمشاهدين، وسنكون أيضا مع صور إذا ما وردت. مشاهدينا لهون وصل لنهاية لقائنا، شكرا لحسن المتابعة، غدا حلقة جديدة من برنامج الحدث، فترقبونا.